النهارده شغالين برضو كيرف لينير موشن، يعني ازاي توصف الحركه على كيرف لكن باي يوزنج ذا ثيرد ميثود. الطريقه الثالثه يا اولادي اللي بوصف بيها الحركه على كيرف which is called polar coordinates method. وفي بعض الناس يا اولاد بتسميها cylindrical coordinates method، لكن خلاص خلينا احنا في الاسم الاقرب اللي هو البولر coordinates. طيب في الطريقه دي ايه الفاريبلز اللي انا هشتغل بيها يا دكتور؟ الفاريبلز اللي كانت في اول طريقه اكس واي. لا، طريقتنا النهارده يا اولاد هنشتغل بتو فاريبلز جداد، اسمهم ار اند ثيتا. طب اليونت فيكتورز اللي هستخدمها في الطريقه دي هيبقى اسمها ار كاب اند ثيتا كاب. هما تحسوا الفاريبلز واليونت فيكتورز شبه بعض، يعني ار وثيتا وار كاب وثيتا كاب. طيب يعني ايه يا دكتور الار ويعني ايه ثيتا؟ تعالوا نتخيل ان انت عندك جسم وهو بيتحرك في الاكس واي بلين، وفي لحظه ما كان هنا البارتيكل كان عند اي نقطه. فلو فرضنا ان ده الاكس اكسس وده الواي اكسس وده الاوريجن، فالديستنس ار يا اولاد هي الديستنس اللي ما بين البارتيكل والاوريجن، اهو ادي الار. طب والثيتا هي الانجل اللي هيعملها الخط ار مع الاكس اكسس. وفي بعض الاحيان يا اولاد بناخد الثيتا ممكن مع الواي عادي، مش مشكله. يعني هي الثيتا بتعرف على انها الانجل اللي ما بين الار واي فيكسد لاين، بس الاشهر انها دايما بتبقى ريفيرد تو اكس، او دايما بنسيبها للاكس. يبقى عرفنا يعني ايه ار. الديستنس اللي ما بين البارتيكل والاوريجن. طب يعني ايه ثيتا؟ هي الانجل اللي هيعملها اللاين ار مع الاكس اكسس، وفي بعض الاحيان مع الواي اكسس. طب ايه الار كاب بقى؟ الار كاب يا اولاد اسمه الراديال يونت فيكتور. اسمه ايه يا دكتور؟ الراديال او الراديال يونت فيكتور. طب ده بيبقى شكله ايه يا اولاد؟ على امتداد الخط ار، على امتداد الخط ار، ادي اليونت فيكتور ار كاب. بس دايما يا اولاد بيبقى ان دايركشن اوف انكريزنج ار، ان دايركشن اوف انكريزنج ار، يعني في اتجاه الار يا اولاد، يعني مش رايح للاوريجن، لا خارج من الاوريجن. طب وفين الثيتا كاب؟ الثيتا كاب يا اولاد اسمه الترانسفيرس. اسمه ايه؟ الترانسفيرس. اسم غريب شويه يا اولاد، معلش. الترانسفيرس يونت فيكتور، يونت فيكتور كنا بنسميه زمان بالعربي يا اولاد اللي هو يعني متجه الوحده المستعرض، او لان هو بيكون عمودي على الار كاب. اهو ادي ثيتا كاب. طبعا كلكم هتسالوني سؤال، طب يا دكتور حسين ليه ثيتا كاب بيربنديكولار؟ ليه لفوق مش لتحت؟ لانها دايما في اتجاه تزايد سيتا، يعني ان دايركشن اوف انكريزنج سيتا. يعني نفهم من كلام حضرتك يا دكتور ان مثلا افرض جيت في مساله اهو، الراجل اداك جسمه بيتحرك كده يا اولاد، وده بقى الار، واما عرف السيتا مع الواي، معقوله يا دكتور؟ وارد. وارد عادي لو حصل كده. فين الار كاب يا اولاد؟ زي ما هو اهو الار كاب، لكن تخيلوا بقى المره دي السيتا كاب هتبقى لتحت. هو دكتور بس السكرين شير واقفه. يا دي السكرين شير واقفه. هو لازم الفيلم بتاع كل مره ده دكتور؟ ايوه. الار كاب بتبقى عموديه على ايه؟ معلش الايه؟ الار كاب بتبقى عموديه على ايه؟ مش الار كاب، الار كاب مش عموديه على حاجه، الار كاب في امتداد الخط ار. امال ايه العمود على حاجه؟ الثيتا كاب، الثيتا كاب هي العموديه على الار كاب. تمام يا اولاد. الرسمه الثانيه حد فيكم معلش، لو انتوا بتقولوا الشير كان واقف، ليه الثيتا كاب بقت لتحت؟ ليه مش لفوق؟ ها عشان اتجاه زياده. ها هو فعلا واضح ان دي احد مشاكل مايكروسوفت تيمز. على فكره دي ما بتحصلش في اي محاضره غير محاضرتكم.
بدأ يا ولاد السكرين شير ولا لا؟ ظهر حاجة يا حضرات؟ طيب يبقى نقول تاني بسرعة كده في دقيقة. يلا يا دكتور. الار يا اولاد هي الديستنس اللي ما بين البارتكل في اي لحظة، الديستنس اللي ما بين البارتكل في اي لحظة والاوريجن. طب والثيتا؟ الثيتا دايما بتبقى زاوية يا اولاد، زاوية عادية بتبقى ديفايند ما بين اللاين ار واي فيكسد لاين. طب الار كاب اللي هو الراديال يونت فيكتور بيبقى على امتداد الخط ار يا اولاد، ودايما البوزيتيف دايركشن بتاعه خارج من الاوريجن، مش داخل الاوريجن، لا خارج من الاوريجن. والثيتا كاب بيبقى عمودي على الار كاب يا اولاد، لكن في اتجاه تزايد سيت. يعني في الرسمه اللي فوق بصوا كده يا اولاد اهو، ايه الفرق ما بين الرسمتين؟ اهو استنى كده اما تظهر عندكم اهو. هنا يا دكتور الثيتا كانت مع الاكس، يبقى اتجاه تزايد سيتا انتي كلوك وايز، هتلاقوا الثيتا كاب لفوق. طب في الرسمه اللي تحت دي يا اولاد هنا الثيتا هنا يا دكتور ديفايند مع الواي اكسس، خلاص يبقى الثيتا كاب هتبقى لتحت، لان في الحاله دي الدايركشن اوف انكريزنج ثيتا هيبقى كلوك وايز، كلوك وايز. طيب تعالوا نبدا نوصف الحركه بقى. يا دكتور تعال نوصف الحركه بالطريقه بتاعت النهارده. لو اتكلمت يا اولاد عن الباث المسار، والله هيبقى ديفايند يا اولاد بالريليشن اللي ما بين ارك فانكشن وثيتا، او ريليشن ما بين ار وثيتا. والله يا دكتور حسين كلامك منطقي. ليه زمان انا كنت بعرف الباث يا اولاد كريليشن ما بين واي واكس، فالنهارده طالما انت غيرت الفاريبلز يبقى اكيد الباث هيبقى ديفايند باي ذا ايكويشن بتوين ار اند ثيتا. وعلى فكره ممكن تردوا عليا هتقول لي فعلا يا دكتور احنا في الماثيماتكس في كيرفات كتيره جدا 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 بناخدها دايما او بنعرفها بالايكويشن اللي ما بين ار وثيتا. يعني دايما يا اولاد في مسارات بتتعرف بالواي والاكس، وفي مسارات بتتعرف بالار والثيتا. طيب لو هتكلم يا اولاد عن البارامتر نمبر 2 في وصف الحركه، يا رب يا دكتور كان ايه البارامتر؟ البوزيشن، صح ولا لا؟ انا عايز اعرف البوزيشن فيكتور النهارده يا اولاد، لكن في الاتجاهات الجديده. يعني ايه يا دكتور في الاتجاهات الجديده؟ في اتجاه اليونت فيكتورز الجديده اللي هي الار كاب والثيتا كاب. فتعالوا يا اولاد الله يبارك لكم، الشير شغال ولا لا يا اولاد؟ تمام. بص يا اولاد اهو دكتور انت البارتكل بتاعك هنا، صح ولا لا؟ طيب دي المسافه ار ودي الانجل فيت. زمان انت كنت عشان توصل للنقطه دي زمان اللي هو يا اولاد الطريقه الاولى كنت بتعمل ايه؟ والله يا دكتور كنت بمشي مسافه اكس في اتجاه الاي كاب، وبعدين اطلع واي في اتجاه الجي كاب، صح ولا لا؟ طب النهارده بقى انا مش محتاج اللفه دي. ليه يا دكتور؟ انا هتحرك المسافه ار يا اولاد بشكل مباشر، لكن في اتجاه اليونت فيكتور الجديد اللي هو اسمه ار كاب. لا يا دكتور الحته دي مهمه، معلش. البوزيشن بطريقه النهارده هيبقى على طول المسافه ار في اتجاه الار كاب بس كده يا اولاد. يعني بدل ما تمشي اكس وتطلع واي، لا 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 لا، انا بشكل مباشر على طول هتحرك المسافه ار لكن في اتجاه اليونت فيكتور الجديد اللي هو الار كاب. يعني بطريقه النهارده يا اولاد البوزيشن فيكتور ار هيساوي المسافه ار في اتجاه الار كاب. هسالكم هنا سؤال يا اولاد، ده يا دكتور ده شكل البوزيشن فيكتور ار، هل في الشكل ده يا اولاد البارامتر سيتا defined or not defined؟ اللي هيجاوب على السؤال ده والله يا ولاد يبقى برافو عليه. هل الثيتا متعرفه في المعادله دي، في المعادله دي ولا لا؟ متعرفه. برافو عليكم. فانكشن في الثيتا. لا هي الار كاب يا اولاد الار كاب. يا دكتور انا مش هعرف احدد اتجاه الار كاب الا لو كنت عارف الثيتا بكام. هل الثيتا ب 20 ب 30 ب 40 ب 50؟ يعني لو انا قلت لكم يا اولاد الار ب 5 متر، الار ب 5 متر عداك العيب يا دكتور، تمام. طب هتحركها في انهي اتجاه يا اولاد؟ يعني هل امشي الخمسه دي اكس ولا واي ولا امشيها على انهي زاويه؟ فبالتالي عشان احدد الار كاب يا اولاد فين انهي خط لازم اكون عارف الثيتا.
فهي معرفه اه بس بشكل ايه بيسموها اولاد بشكل اندايركت بشكل غير مباشر، يعني هي اللي محدده لي الار كاب ده فين، فانا هيبقى في انهي اتجاه. طيب خلاص اوكي، يعني من الاخر يا دكتور ده الشكل، ده الشكل بتاع البوزيشن في طريقه النهارده. ايوه طيب يلا البارامتر نمبر 3 كان ايه؟ الفيلوسيتي، صح والله يا دكتور، اللي هي الفي اللي كانت بتساوي الديريفاتيف بتاع البوزيشن فيكتور بالنسبه للتايم، صح يا دكتور. يعني في الحاله دي الفيلوسيتي هتساوي ايه يا اولاد؟ هيبقى دي باي دي تي، دي باي دي تي افتح قوس عوضوا لي عن الار يا اولاد فوق اهي، هتبقى عباره عن ار مضروبه في ار كاب. طب كلكم شطار وعارفين ان لما بتيجي تعمل ديريفاتيف بتعمل ايه؟ بقول الديريفاتيف بتاع الاولاني في الثاني بلس الديريفاتيف بتاع الثاني في الاولاني، يعني هيطلع الشكل ايه يا اولاد؟ ار دوت في ار كاب بلس ار ار في ار كاب دوت. يا نهار ابيض، ده نفس مشكله الاسبوع اللي فات يا اولاد، ربنا ما يجيبش مشاكل. ليه بقى؟ لو هتكلم يا اولاد عن الفيرست تيرم ده، ده عالمي. ليه يا دكتور عالمي؟ ليه؟ لانه طالع في اتجاه الار كاب اللي هو يونت فيكتور اساسي في طريقه النهارده، فالفيرست تيرم يا اولاد زي الفل زي الفل ما فيهوش حاجه. لكن الترم ده لا لا يا دكتور، الترم ده فيه مشكله. ليه يا ابني؟ ما اعرفش حاجه يا دكتور اسمها ار كاب دوت. انا اعرف ار كاب وثيتا كاب، لكن ار كاب دوت اللي هو الديريفاتيف او الديفرنشيشن بتاع اليونت فيكتور، لا حضرتك يا دكتور ماليش دعوه، روح اتصرف وروح هات لي الار كاب دوت ده، هات الار كاب دوت بدلاله الار كاب او ثيتا كاب اللي يعجبك اللي يعجبك. يعني معنى كده دكتور انت قابل بالفيرست تيرم؟ اه يا دكتور انا قابل بده، الترم ده 100 100 100 100 هكتب لكم عليه 100% 100 100 زي الفل. لكن ده لا، الترم ده ده كده لا. طيب اجيب الار كاب دوت منين يا اولاد؟ بسرعه جدا لانه شبه الاسبوع اللي فات. بص الدكتور قال ان الار كاب في اتجاه عامل مع الاكس اكسس انجل ثيتا، يبقى اكيد اكيد الثيتا كاب عمودي عليه. فلو الانجل دي يا اولاد هتبقى 90 ناقص ثيتا، يبقى اكيد دي ثيتا هي كمان. طب مش الار كاب دي يا اولاد يونت فيكتورز الاثنين؟ اه يا دكتور يونت فيكتورز، يعني الماجنيتيودز بتاعتهم بواحد. طب ايه رايك يا اولاد لو عملت لهم ريزوليوشن في اتجاه الاكس والواي؟ يعني بالظبط اقدر اكتب الار كاب كوزاين ثيتا اي بلس ساين ثيتا جي. طب وثيتا كاب يا دكتور بنفس المنطق؟ لو احللها هتبقى نيجاتيف ساين ثيتا اي بلس كوزاين ثيتا جي. والله يا دكتور تمام. طب ده معناه ايه بقى؟ ان حضرتك الار كاب دوت الديريفاتيف بتاع اليونت فيكتور ده يا اولاد اهو، الله يبارك لكم يا اولاد ركزوا معايا، ها المعادله الاولى دي عايز اعمل لها ديريفاتيف او تفاضل بالنسبه للتايم للتايم، فهتطلع نيجاتيف ساين ثيتا مضروبه في تفاضل الانجل نفسها ثيتا دوت ده في اتجاه الاي بلس الساين يا اولاد الديريفاتيف بتاعها كوزاين كوزاين ثيتا في الثيتا دوت برضو في الجي كاب زي ما عملت الاسبوع اللي فات يا اولاد. هاخد الثيتا دوت كومن فاكتور، خد يا دكتور زي ما انت عايز مفيش مشكله، هيتفضل جوه ايه يا اولاد؟ نيجاتيف ساين ثيتا اي بلس كوزاين ثيتا جي. الله، طب ما هو ده يا دكتور هو ده الثيتا كاب اهو، والله اهو اللي هي دي هي هي. يعني قدرت اوصل لايه يا اولاد؟ ان الار كاب دوت في الاخر هتطلع ثيتا دوت مضروبه في اليونت فيكتور ثيتا كاب. خدوا بالكم يا اولاد لحسن، في ناس دلوقتي ممكن تكون قاعده وصاحيه وصايمه يقول لك يا عم ايه اللخبطه دي يا عم؟ هو ايه يا دكتور الثيتا دوت ثيتا ده شبه بعض؟ لا يا حبيبي، الثيتا دوت دي رقم وده اللي يهمك تدور عليه، لكن الثيتا كاب دي يا اولاد دورها دايركشن والله، بس بنسب لها الاتجاه، يعني ملهاش قيمه انت بتدور عليها بيها. طيب اند اولسو يا اولاد بقى عشان الوقت معلش، اند اولسو اند اولسو خليك فاكر اقدر استنتج ان الثيتا كاب دوت ايه ده يا دكتور؟ هي الثيتا كاب اليونت فيكتور ثيتا ليه تفاضل هو كمان؟ ايوه، وهيطلع يا اولاد نيجاتيف نيجاتيف ثيتا دوت في ار كاب. اللي فيكوا حابب اللي فيكوا حابب يبقى يثبتها، يبقى اثبتها حبيبي ما عنديش مشكله. طيب المهم ارجع يا دكتور لوصف الحركه يا سيدي، تؤمر اهو
انا كنت وصلت اهي للفيلوسيتي كانت ار دوت في اتجاه الار كاب بلس ار في ار كاب دوت. انا كتبتها تاني يا اولاد عشان اعوض قدامكم. هتطلع ايه بقى؟ هتطلع دكتور ار دوت ار كاب بلس الار كاب دوت اهي اهي هي دي هي دي هي دي هتبقى ار معلش يا اولاد هيبقى ار في سيتا دوت ثيتا كاب. طب احط الاقواس بتاعتي على ايه؟ طبعا في ناس فيها بتسال اقواس ايه يا دكتور؟ يا حبيبي بتحط الاقواس على الفاريابلز او الارقام اللي جنب اليونت فيكتورز. يعني هنا يا اولاد اعمل قوس كده وهنا هعمل قوسين كده. ليه يا دكتور؟ لان انا بيهمني يا اولاد اللي جنب اليونت فيكتورز والله. يعني معنى كده حضرتك عايز تقول لنا ان بطريقه النهارده طريقه النهارده في الفيلوسيتي يا اولاد هيبقى ليها مركبتين اللي هم ايه بقى؟ الفي ار ودي بتساوي الار دوت وفي مركبه ثانيه اهي اهي مركبه ثانيه اسمها الفي ثيتا الفي في اتجاه ثيتا هتساوي ار ثيتا دوت. لا معلش قول ثاني كده يا دكتور. في طريقه النهارده يا اولاد السرعه ليها كام مركبه؟ اتنين. الاولانيه اسمها في ار وتساوي ايه يا اولاد؟ ار دوت. والثانيه اسمها في ثيتا وتساوي ار في ثيتا دوت. طب دي بسميها ايه؟ خدوا بالكم يا اولاد من المسميات لاني اوقات بطلبها منك في الامتحان. دي اسمها يا اولاد الراديال الراديال كومبوننت كومبوننت اوف فيلوسيتي. الاسامي دي تتعرف برضه يا اولاد ها؟ طب والثانيه دي اسمها ايه؟ الترانسفيرس الترانسفيرس كومبوننت اوف فيلوسيتي. اقول المسميات تاني؟ اقولها. الراديال كومبوننت اوف فيلوسيتي الفي ار والفي سيتا الترانسفيرس كومبوننت اوف فيلوسيتي. طيب في مره يا اولاد بسال حد من زمايلكم بقول له يا ابني هي الراديال كومبوننت الراديال كومبوننت اوف فيلوسيتي بتساوي ايه؟ قال لي ار دوت ار كاب يا دكتور. قلت له لا يا حبيبي النطق كده انت بتتكلم غلط. امال ايه تساوي؟ تساوي ار دوت بس يا دكتور. ما انت كاتب هو ار دوت ار كاب. يا حبيبي لا هي في اتجاه الار كاب لكن قيمتها نفسها ار دوت فقط. طب يعني ايه يا دكتور ار دوت دي؟ يعني ايه اللي هو الريت اوف تشينج اوف ذا ديستانس ار يا اولاد؟ مش انت عندك جسم بيتحرك؟ اه صح يا دكتور بيتحرك مش واقف. يعني ده معناه ان اثناء الحركه يا اولاد اثناء الحركه الار بتتغير والثيتا كمان بتتغير. فيبقى الار دوت هي الدي ار باي دي تي. طب والثيتا دوت يا اولاد؟ والله يا دكتور الثيتا دوت دي ثيتا دوت اللي هي المفروض الدي ثيتا باي دي تي انتوا عارفينها على فكره. دي بنسميها انجولر فيلوسيتي. وعلى فكره بيدوها لكم في الفيزيكس يا اولاد اسمها اوميجا. اه والله صح يا دكتور. اه الثيتا دوت دي اللي هي الانجولر فيلوسيتي بنسميها اوميجا. طب مين فيكم شاطر اللي يعرف يجاوب على السؤال ده يبقى برافو عليه والله. مين فيكم شاطر يقول لي يا اولاد الثيتا دوت تبقى بوزيتيف امتى وتبقى نيجاتيف امتى؟ اللي يعرف يجاوب يجاوب لو مش هتجاوبه هجاوب انا. بوزيتيف انتي كلوكوايز ونيجاتيف كلوكوايز. بص اللي انت بتقول عليه ده لو انت دايما واخدها مع الاكس كلامك هيبقى برافو عليك يا ابني نجم. لكن لا تيجي نعمم تيجي نعمم الثيتا دوت يا اولاد الثيتا دوت بوزيتيف لو ان دايركشن اوف انكريزنج ثيتا. طب وتبقى نيجاتيف امتى يا دكتور؟ دي هتبقى نيجاتيف امتى؟ لو ان دايركشن اوف ديكريزنج ثيتا. الحته دي مهمه قوي يا اولاد. لا يا دكتور مش فاهمين. يعني مثلا يا اولاد اهو تعالوا اوريكم حاجه مهمه. ورينا يا دكتور على حته اشاره الثيتا دوت. انا جبت لك مساله اهي اهي واخترت الثيتا مع الواي. خلاص تمام يا دكتور براحتك وادي الار. لو الجسم بيلف اهو كلوك وايز رغم ان هنا بيلف كلوك وايز لا بس في اتجاه تزايد سيتا لا يبقى سيتا دوت هنا هتبقى بوزيتيف. اه ايه ده يا دكتور؟ طب في نفس الحاله تخيلوا يا اولاد اهو نفس الحاله لو انا غيرت تعريف الثيتا خليتها مع الاكس وخليته يلف في نفس الاتجاه لا يبقى سيتا دوت هنا هتبقى نيجاتيف. يا نهار ابيض ده يا دكتور نفس اتجاه الدوران. اه بس مره الثيتا هنا بوزيتيف ومره نيجاتيف. ليه يا دكتور ايه الفرق؟ لانه في الحاله الاولى الثيتا كانت بتزيد يبقى الديريفاتيف بتاعها اللي هو الثيتا دوت هيبقى بوزيتيف يا اولاد. لكن هنا الثيتا بتقل يبقى الديريفاتيف بتاعها اللي هو الثيتا دوت يبقى نيجاتيف. خلاص؟ طب ايه اليونت بتاعت الثيتا دوت؟ حد فيكم يعرف يا اولاد؟
اليونت بتاعتها بتبقى دايما بايه؟ راد بير سكند. الله يفتح عليك يا ابني، ربنا يبارك لك. راد بتبقى بالراد بير سكند، صح كده يا اولاد؟ يبقى الفيلوسيتي في طريقه النهارده ليها كام مركبه؟ حد يقول لي على طول اهو. 2، واحده اسمها في ار، صح؟ في ار اللي هي الار دوت، والار دوت والفي ثيتا تبقى ار ثيتا دوت. الله يفتح عليك يا حبيبي. طب مين شاطر يقول لي اساميهم ايه؟ الفي ار، الفي ار اللي بتساوي الار دوت اسمها ايه؟ راديال كومبوننت اوف فيلوسيتي. طب والثانيه؟ ترانسفيرس كومبوننت اوف فيلوسيتي. الله يفتح عليك يا ابني. ماشي، البارامتر الاخير يا اولاد الاكسلريشن هتبقى دكتور دي في باي دي تي، دي في باي دي تي، يعني هتبقى دي باي دي تي لايه بقى؟ فرح العمده يا اولاد اهو، هعوض عن الفيلوسيتي، هيبقى شكلها كبير قوي، هتبقى ار دوت في ار كاب بلس ار سيتا دوت سيتا كاب. يا نهار ابيض يا دكتور، انا هعمل ديريفاتيف لكل ده. ايوه ركزوا كده معايا يا اولاد، رغم والله البروف ده مش عليكم، انا ما كنتش عايز اضيع وقت فيه. المهم يا اولاد بصوا انا هكتب النتيجه في الاخر. لما هعمل ديريفاتيف لده يا اولاد واعوض عن الار كاب دوت وسيت، وعندكم في المحاضره اقروها، انا مش هضيع فيها وقت بيني وبينك. هتوصل في الاخر ليه يا دكتور؟ اوصل يا دكتور للاخر اهو. في الاخر هتطلع الاكسلريشن يا اولاد مركبتين، واحده في اتجاه الار كاب والثانيه في اتجاه الثيتا كاب. دكتور حسين ده الكلام ده بعد ايه؟ بعد يا ابني ما هتعمل الديريفاتيفز اللي هنا، هتعمل الديريفاتيفز اللي هنا. تخيلوا يا اولاد هيطلع من الديريفاتيف كام ترم؟ قول لنا يا دكتور هيطلع كام ترم؟ 5. ليه؟ اول ترم يا اولاد حاصل ضرب دالتين، فهتفكوا الترمين. طب وده هيبقى حاصل ضرب 3 حاجات في بعض، فهيطلع منه 3 ترمات، يبقى مجموع الاكسلريشن هيبقى 5 ترمز. لما هتعوض معرفش عن الار كاب دوت بسيتا دوت ار كاب، سيتا دوت سيتا كاب اسم. طب وعوض عن السيتا كاب دوت نيجاتيف سيتا دوت ار كاب، هتجمع في الاخر يا اولاد، في الاخر الاكسلريشن هيطلع لها مركبتين. الاولانيه هتبقى ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير ده، والثانيه هتبقى ار سيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت سيتا دوت. يعني يا دكتور انت عايز تقول لنا في الاخر اللي انا كطالب هحفظه، ان الاكسلريشن في طريقه النهارده ليها مركبتين. ايوه، الاي ار يا اولاد ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. الاقلام شغاله دلوقتي، ها كل واحد فيكم يمسك ورقه وقلم ويكتب. طب ودي اسمها ايه يا اولاد؟ الراديال كومبوننت اوف اكسلريشن. طب والثانيه يا اولاد الاي ثيتا هتبقى ار سيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت سيتا دوت. طب ودي اسمها ايه؟ الترانسفيرس الترانسفيرس كومبوننت اوف اكسلريشن. الحاجات دي يا دكتور نحفظها؟ ايوه يا حبيبي هتحفظها، ومش هتعرف تجاوب عليها في الامتحان الا لو كنت حافظها. انا مش طالب منك غير تحفظ 4 حاجات بس، الفي ار والفي ثيتا والاي ار والاي ثيتا. طيب important notes، ملاحظات هامه يا اولاد. ايه هي؟ قول يا دكتور. What is the relation يا اولاد؟ What is the relation between ال x و y من ناحيه and ال r والثيتا من ناحيه ثانيه؟ ايه العلاقه يا اولاد ما بين البولار كوردينيتس بتاعه النهارده اللي هم الار والثيتا والاكس والواي اللي هي بتوع الفيرست ميثود؟ ايه ده يا دكتور، هو في علاقه ما بينهم؟ طبعا. مش فاكرين يا اولاد اهو، لو انا تخيلت ان ده بيتحرك كده وادي البارتكل اهو، صح؟ مش انت قلت يا دكتور ان دي ار ودي ثيتا؟ وفي نفس الوقت انت كنت قايل قبل كده ان دي واي ودي اكس، يبقى العلاقه ما بينهم ايه يا اولاد؟ ان الاكس يا دكتور اقدر اكتبها انها ار كوزاين ثيتا، والواي هتساوي يا دكتور ار ساين ثيتا. طب ده في حاله ايه؟ لو حضرتك مديني في المساله بولار كووردينتس وطلبت مني ريكتانجولار كووردينتس، يعني انت يا ابني معاك الار والثيتا
وعايز الاكس والواي. طب ماذا لو العكس يا دكتور؟ ماذا لو يعني ايه العكس؟ يعني ايه مش لو الاكس والواي هما اللي جيفن يا اولاد وانت عايز تطلع منهم ار وثيتا؟ في الحاله دي الار بتساوي ايه؟ روت اكس سكوير بلس واي سكوير. طب والثيتا يبقى تان نيجاتيف 1 واي على اكس. طب معلش يا دكتور، مع احترامنا للقوانين اللي انت كاتبها اللي هي اكيد طبعا يا دكتور صح، مفيش كلام اكيد صح، مش هنناقشك فيها، لكن السؤال المهم يا اولاد ايه لازمتها؟ ايه لازمتها؟ لازمتها ان انا ممكن ابتدي لك المساله يا ابني جيفن فوق في الهيدر بتاع المساله مديك الار والثيتا جيفن، الار فانكشن في التايم والثيتا فانكشن في التايم زي ما هوريك كمان شويه، وفجاه اجي جاي في اخر المساله يا اولاد هبدك ريكوايرد او مطلوب اقول لك فايند ذا velocity components along the x والواي او الاكسلريشن كومبوننت along the x والواي. ايه ده يا دكتور؟ هو انت ممكن تديني مساله بولر كوردينيتس وتطلب المطالب في الركتا؟ اه عادي، ما ده اللي احنا بنسميه الربط يا اولاد او الجوينت. في الحاله دي، في الحاله دي انت هترد عليا تقول لي اه يا دكتور انا عشان اجيب الفي اكس والفي واي والاي اكس والاي واي زي ما انت علمتنا قبل كده لازم يبقى معايا الاكس والواي فانكشن في التايم، فساعتها تجيب الاكس من القانون ده والواي من القانون ده وتعمل لكل واحده فيها ديريفاتيف كام مره؟ 2. الاكس اعمل لها ديريفاتيف مرتين، اجيب اكس دوت واكس دبل دوت، والواي اعمل لها ديريفاتيف مرتين عشان اجيب مين؟ اتفضل تاني برضو. طيب لا هو شغال يا دكتور. طب اعمل ريفريش بقى، اعمل ريفريش عندك. تمام يا اولاد؟ السيركولر موشن، السيركولر موشن يا اهلا وسهلا. ايه بقى يا دكتور في السيركولر موشن؟ دايما يا اولاد في السيركولر موشن، دايما في السيركولر موشن لو انت عندك جسم بيتحرك في دايره، في الحاله دي الار بتبقى كونستانت. والله يا دكتور عداك العيب بصراحه، اه صح الار بتبقى كونستانت، وده معناه ايه يا اولاد؟ ان الار دوت تبقى بزيرو والار دبل دوت هتبقى بزيرو هي كمان، لانكم اكيد طبعا كلكم شطار وعارفين يا اولاد ان الديريفاتيف بتاع الكونستانت اكيد زيرو، الديريفاتيف بتاع اي رقم ثابت. فلو انا جبت لك اي مساله فيها سيركولر موشن وعايز تحلها بطريقه النهارده تقول لي اهلا وسهلا يا دكتور طبعا احلها لك بالطريقه دي، بس بشرط طالما في حركه على دايره يبقى الار كونستانت اهي، وبالتالي يبقى الار دوت والار دبل دوت هيبقوا بصفار. طب تيجي يا اولاد معلش في دقيقه، والله في دقيقه، ماذا يترتب على ان الار دوت والار دبل دوت بزيرو؟ اقول لك يا معلم، لو انتوا تخيلتوا يا اولاد ان البارتكل هنا اهو، والله البارتكل هنا ودي الار ودي الثيتا، في الحاله دي يا اولاد حتى هنراجع مع بعض القوانين اللي انا قلت لك تحفظها، هيبقى الفي ار يا دكتور اللي هي الار دوت هتساوي صفر. طب والفي ثيتا هتبقى ار ثيتا دوت؟ لا مش بصفر، اللي في قول اخر ممكن نكتبها اوميجا في ار، هي هي. طيب بالنسبه للاكسلريشن يا اولاد، والله يا دكتور الار ده الاي ار كانت ار دبل دوت ماينس ار ثيتا دوت سكوير في حاله الحركه في دايره بس، ده بصفر، وهتطلع ماينس ار ثيتا دوت سكوير اللي هي تعتبر يا اولاد ماينس اوميجا سكوير في ار. اه والله يا دكتور صح. طب والاي ثيتا يبقى ار ثيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت ثيتا دوت، في الحاله دي يا اولاد الترم ده هو اللي بصفر، يعني هتطلع ار ثيتا دبل دوت اللي هي في قول اخر، في قول اخر بيسموها الفا ار يا اولاد. ايه الالفا دي يا دكتور؟ ما هي الثيتا دبل دوت يا اولاد اسمها ايه؟ اه اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها انجولار اكسلريشن، وفي بعض الكتب بيسموها الفا يا اولاد، الثيتا دبل دوت اللي هي الانجولار اكسلريشن بنسميها الفا. طب ما تيجي يا اولاد نحط النتائج اللي احنا جبناها على الرسم دي، تعالى يا دكتور اهو ادي الحركه على دايره اهي، لو فرضنا ان ده كده الار كاب وده كده عمودي عليه ثيتا كاب اهو، انت طلعت يا دكتور الفي ار بزيرو؟ ايوه الفي ار مش موجوده بزيرو. طب والفي ثيتا اهي هتبقى اوميجا في ار. طبعا كلكم دلوقتي اكيد قاعدين مبسوطين، ليه بقى؟ ليه؟ لان ده بيتطابق مع اللي احنا درسناه من اول الكورس،
هي يا دكتور اللي احنا درسناه اول الكورس، ان دائما وابدا الفيلوسيتي يا اولاد بتبقى في اتجاه التانجنت، وده هنا مظبوط. طب بالنسبه للاكسلريشن يا دكتور؟ والله يا ابني بالنسبه للاكسلريشن في الحركه في دايره، احنا طلعنا مركبتين، واحده هتبقى لتحت كده اهي، هتبقى اوميجا سكويرد في ار، والثانيه هتبقى لفوق اهي اهي، وهتبقى الفا ار. طب مين شاطر يقول لي يا اولاد ليه الدكتور لما جه يرسم الاوميجا سكويرد في ار رسمتها لتحت، ليه مش لفوق؟ ليه يا اولاد؟ هي نيجاتيف عشان هي في اتجاه قوه الشد المركزي. الله يفتح عليك، لكن كلامك صح، بس لا كلام زميلك الاولاني هو اللي صح. بصوا على اشارتها يا اولاد، بصوا على اشارتها الاي ار، الاي ار طالعه نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ها الاشاره ايه؟ ردوا عليا يا اولاد، الاشاره طالعه ايه؟ بس كده، طالما نيجاتيف يبقى ما تحطهاش في الاتجاه البوزيتيف بتاع الار كاب، احطها عكسه. ماشي يا اولاد؟ يلا ناخد اول اكزامبل معانا. ايه يا دكتور في الاكزامبل ده في ايه؟ بص يا اولاد اول اكزامبل معانا اهو، اكزامبل اهو، كله ركز بقى يا اولاد. ها في الاكزامبل ده بيقول لك ان في جسم بيتحرك في الاكس واي بلين ساتش ذات ايه يا اولاد؟ الار، الار بتتغير بالعلاقه ار بتساوي 100 تي سكوير. طب والثيتا هي كمان بتتغير بالعلاقه ثيتا بتساوي تي باور 3. عايز ايه بقى؟ بيقول لي determine the velocity and the acceleration when t equals 1 second. عايز يحسب يا اولاد السرعه والعجله لما t 1 اهو. بيقول لك find the velocity and the acceleration امتى يا دكتور؟ when t equals 1 second. طيب بطريقه النهارده يا دكتور الفيلوستي والاكسلريشن واضح من شرح حضرتك ومن القوانين اللي انت قلت لنا عليها ان الموضوع معتمد على ان انا اعمل تو ديريفاتيفز للار وتو ديريفاتيفز للسيتا. فبص يا اولاد الحل اهو، الحل الدكتور بيقول الار بتساوي 100 تي سكوير، يبقى ده معناه الار دوت بكام؟ هيطلع 200 تي يا اولاد. طب وبالمره يبقى الار دبل دوت هتطلع ب 200. طب والسيتا دوت يا اولاد؟ والله يا دكتور على حسب كلامك السيتا دوت هتساوي 3 تي سكوير. طب والسيتا دبل دوت؟ السيتا دبل دوت هتطلع 6 تي. طيب انت دلوقتي معاك كام بارامتر؟ معايا 6 يا دكتور، معاك 6. اه والله الار، الار والتو ديريفاتيفز بتوعها 3، يبقى كلهم على بعضهم 3، والسيتا والتو ديريفاتيفز او التفاضلين بتوعها 3 يبقى 6. طب معلش يا ابني اتعب شويه اهو واحسب لي الستة كلهم ات تي ايكوالز 1 سكند. يلا يا اولاد الار هتبقى بكام؟ الار يا دكتور هتطلع ب 100 متر، والار دوت هتطلع 200 متر على الثانيه. طب كمل يا ابني جميله. الار دبل دوت، الار دبل دوت هتطلع 200 اهي، الار دبل دوت هتطلع 200 متر على الثانيه تربيع. طب والسيتا يا اولاد عند تايم ب 1 هتطلع دكتور 1 بس بالراد، بالراد. بص يا اولاد السيتا، السيتا لما تكون بره الساين والكوزين والتان يا اولاد، بره الساين والكوزين والتان بتبقى بناخدها دايما بالراد، بالراد اوكي. لكن لو هتعوض عنها جوه الساين والكوزين والتان اللي هي الدوال المثلثيه المشهوره، لازم تعوض عنها بالديجريز، بالدرجات. طب يبقى الثيتا كام؟ هي كانت تي باور 3 يا دكتور، تي باور 3 حط التي بواحد، بواحد تطلع بواحد راد. طب والسيتا دوت؟ والله يا دكتور اهو لما احط التايم ب 1 هتطلع 3 3 راد بير سكند. طب والسيتا دبل دوت بالمره؟ السيتا دبل دوت يا دكتور هتطلع ب 6 راد بير سكند سكوير. طيب
معلش يا اولاد كله كده يركز ويسجل بعينيه الارقام السته. يلا حضرتك عايز ايه بقى؟ انا عايز الفيلوسيتي. هبدا احل يا اولاد. بالنسبه للفيلوسيتي ماشي، عندك مركبتين في ار وفي سيت. انا عارف ان مش كلكم لسه حافظتوهم، انا يا عم حافظهم. الفي ار بتساوي ار دوت، يبقى هتساوي 200 متر بير سكند. والفي سيتا يا دكتور ار سيتا دوت، الار ب 100 والسيتا دوت ب 3، يبقى 100 تايمز 3 هتطلع 300 متر على الثانيه، 300 متر بير سكند. طيب ايه رايك يا اولاد؟ عايز ايه؟ لو عايزك تكتب الفيلوسيتي دي كفيكتور يا باشا تؤمر. الفيلوسيتي كفيكتور يا دكتور هتبقى 200. اوعى حد يقول لي اي كاب اذبحه، هيبقى ال 200 في اتجاه الار كاب بلس ال 300 في اتجاه الثيتا كاب، بس كده. طب لو عايزها كماجنتيود برضو تؤمر يا دكتور اهو، از ماجنتيود يا اولاد، از ماجنتيود اهو، هتبقى الفيلوسيتي از ماجنتيود بقى من غير الفيكتور هتطلع روت 200 سكوير بلس 300 سكوير. تطلع كام يا اولاد؟ مين شاطر يقول لي الرقم ده؟ الفيلوسيتي كماجنتيود هتطلع كام؟ تطلع 361 متر بير سكند. طيب يلا يا اولاد الاكسلريشن وساعدوني فيها. والله يا دكتور الاكسلريشن مركبتين برضو اي ار واي ثيتا. الاي ار انا حافظها ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكويرد، هتطلع نيجاتيف 700 يا اولاد متر بير سكند سكويرد. طب والاي ثيتا؟ ار سيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت سيتا دوت، احسبوها يا اولاد هتطلع 1800. ها تطلع 1800 متر بير سكند سكوير. على فكره لو عايزين اسيب لكم مثلا دقيقه ولا حاجه كل واحد فيكم يحسب بناء على الارقام اللي معانا فوق، يتاكد من الارقام دي انا متاكد منها. يعني الاي ار يا دكتور هتطلع بنيجاتيف 700 والاي ثيتا هتطلع ب 1800 بالظبط كده. طب مش عايز اكون بتكلم يعني بعيد الموضوع، بس معلش لو عايز تكتب الاكسلريشن كفيكتور هتبقى نيجاتيف 700 في اتجاه الار كاب بلس ال 1800 في اتجاه الثيتا كاب. ولو عايزها كماجنتيود خلاص بقى يا دكتور الموضوع سهل اهو، الاكسلريشن كماجنتيود هتطلع روت النيجاتيف 700 سكوير بلس ال 1800 سكوير، هتطلع يا اولاد بالظبط اقول لكم اهي تطلع 1930 متر بير سكند سكوير. طيب هل كده المساله خلصت؟ اه يا اولاد المساله كده خلصت زي ما هو طالب في الكتاب، لكن بالنسبه للدكتور حسين لا المساله ما خلصتش خالص. المساله دي مساله ايه يا اولاد؟ يعني ايه يا دكتور؟ مساله بولر كوردينتس، مساله بولر كوردينتس اللي هي الطريقه الثالثه. طيب لو قلت لك بقى اهو فايند اولسو، فايند اولسو في اكس وفي واي واي اكس اند اي واي، ده ايه ده يا دكتور؟ عايز ايه؟ الهوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننتس، كومبوننتس اوف فيلوسيتي اند اكسلريشن. يا نهار ابيض يا دكتور، يعني انت عايز ننقل من البولار كوردينتس طريقه النهارده ل الريكتانجولار كوردينتس اللي هي اول طريقه. ايوه فهقول لك ايه، هو انت يا ابني كنت طلعت الثيتا بكام؟ والله يا دكتور انا كنت طلعت الثيتا ب 1 راد 1 راد. طب معلش يا ابني حولها لي الديجريز، هتبقى 1 في 180 على باي، هتطلع تقريبا يا اولاد تقريبا 57. يبقى الثيتا بكام ب 57؟ ايوه تمام. طب حلو قوي اهو، انت اللي بتقول مش انت اكيد ده، انت في اللحظه دي اللي فيها الثيتا بكام؟ 57. مش ده يا ابني اتجاه الار كاب وعمودي عليه كده ثيتا كاب؟ اه. طب انت مطلع الفي ار والفي ثيتا
والله دكتور الفي ار والفي سيتا الاثنين بالبوزيتيف. طب كانت ارقامهم كام؟ اهي الفي ار يا دكتور في الاتجاه ده كده وبتساوي 200، والفي سيتا برضو هتبقى في الاتجاه البوزيتيف وب 300. طيب مش انت قلت ان الانجل دي 57؟ اه حصل يا دكتور، دي 57 اهي، وعمودي هنا عليه برضو دي هتبقى 57. هبتدي اكتب بقى يا اولاد حاجات، خدوا بالكم. هتعمل ايه يا دكتور؟ هبتدي احلل الفي ار والفي سيتا دول يا اولاد، ده وده ده وده في اتجاه الاكس، وهجمع. اوكي معلش هرسمها لكم تاني يا اولاد عشان تبقى اوضح. معلش اهي اهي معلش هرسمها تاني عشان بس اكبرها كده. اهي ادي الفي ار ب 200، وادي يا اولاد الفي سيتا اهي 300. الدكتور بيقول ان دي الانجل دي 57. بس بإذنك هو ريكوردينج ويف ناسب. طب شغله تاني. لا شغاله ده لسه شغال. ماشي يلا يا اولاد. طب من الرسمه دي يا اولاد، من الرسمه دي انا هكتب، ولو في حاجه غلط قولوا لي. ها الفي اكس هتساوي ايه؟ حلل يا اولاد المركبتين بتوع السرعه في اتجاه الاكس، اللي ناحيه اليمين بوزيتيف واللي ناحيه الشمال نيجاتيف، واللي مع الانجل يا دكتور كوزاين واللي عكس الانجل ساين. حاضر. يبقى الفي اكس هتساوي بالظبط يا اولاد اهي 200 في كوزاين 57 بالبوزيتيف ماينس ماينس 300 في ساين 57. هو انت بتعمل ايه يا دكتور حسين؟ بعمل حاجه اسمها اولاد جوينت كايناماتكس، ربط طرق وصف الحركه ببعض عن طريق انجل، عن طريق انجل. طيب خلاص يا دكتور هتحسب من هنا الفي اكس بالظبط. طب والفي واي؟ خلاص حلل برضو يا ابني الاثنين اللي فوق بنفس المنطقه دكتور. اه يلا هتبقى ال 200 يا اولاد في ساين 57 بلس ال 300 في كوزاين 57. ايه ده؟ مين شاطر يقول لي ليه الاثنين بالبوزيتيف يا اولاد؟ ليه الاثنين بالبوزيتيف؟ ها الاثنين لا الاثنين اللي فوق، انا بتكلم على الواي، الاثنين هيبقوا لفوق. وانتوا عارفين ان في الواي دايركشن يا اولاد اللي لفوق بوزيتيف واللي لتحت ايه؟ نيجاتيف، مش كده؟ طيب يلا بنفس المنطق، بنفس المنطق يا دكتور، لو عايز اجيب الاي اكس والاي واي، هو انا كنت جبت الاي؟ افكركم يا اولاد، افكرنا يا دكتور اهو. اهو يا اولاد ده كده كان الار كاب. اه ده كان الار كاب، وعمودي عليها دكتور الثيتا كاب. طب انا كنت طلعت يا اولاد الارقام لو تفتكروا اهي، الارقام كانت ايه يا دكتور؟ الاي ار كان بنيجاتيف 700 يا اولاد، اهو اهو. يبقى الاي ار اللي تحت اهي، والله اهي اهي الاي ار هتبقى كده ب 700. يا دكتور هو انت بتناقض نفسك؟ مش انت بتقول نيجاتيف يا حبيبي؟ خلاص ما انا عالجت النيجاتيف، ان انا خلاص خليتها لتحت، خليتها لتحت. طيب والاي ثيتا؟ لا الاي ثيتا بالبوزيتيف اهي 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 بكام؟ ب 1800. طب لو الانجل دي 57 هي هي دي هي دي بالتبادل، يبقى دي برضه هتبقى 57. يبقى على طول يا اولاد هكتب اهو، لو في حاجه غلط قولوا لي. ها الاي اكس ركزوا، هحلل في اتجاه الاكس يا دكتور. اه للاسف الاثنين هيبقوا ناحيه الشمال، الاثنين دايركت تو ذا ليفت، فهيطلع بالظبط يا اولاد نيجاتيف 700 في كوزاين 57 وماينس 1800 في ساين 57. الاثنين بالنيجاتيف يا دكتور. ايوه لان الاثنين هيبقوا ناحيه الشمال. طب وبنفس المنطق الاي واي؟ بنفس المنطق الاي واي هيبقى 1800 لفوق بس مضروبه في كوزاين 57 اهي، عملت لها ريزولوشن في الواي، ماينس ال 700 هتبقى لتحت في ساين 57. كده انت طلعت ايه؟ اه والله يا دكتور صح، ده انت نقلتنا نقله تانية خالص. انا كنت بادئ المساله بولار كوردينتس، وبيني وبينك اولاد المساله كانت ماشيه حلوه قوي، كانت ماشيه جميل جدا يا دكتور. طلعت الفي ار ب 200 والفي ثيتا ب 300، وتحسوا الدنيا كانت جميله. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر بقى؟ يعني ايه اللي جاب، ايه اللي رجعني للفيرست ميثود يا اولاد، الطريقه الاولى خالص في وصف الحركه، فكره الجوينت كايناماتكس. طيب حد فيكم دلوقتي
بيني وبينك انا كنت متخيل انتوا هتقطعوني وانا بتكلم. دكتور في في طريقه غير طريقه الريزوليوشن والكوزاين والساين اللي حضرتك قلت لنا عليها دي؟ اه طبعا اهو حل اخر يا اولاد. another method for vx vy ax and ay اللي هي طريقه ايه؟ مش انت يا دكتور قلت لي ان ال r 100 t سكوير حصل فعلا والثيتا t باور 3 مظبوط يا ابني؟ اه طيب يضايق حضرتك يا دكتور ان انا كنت ممكن بدل ما اعمل ريزولوشن وكوزاين وساين كنت اقول الاكس بتساوي r كوزاين ثيتا صح؟ يعني تطلع ايه 100 t سكوير في كوزاين t باور 3 يعني جبت الاكس يا اولاد كفانكشن في التايم والواي هتبقى r في ساين ثيتا يعني هتبقى 100 t سكوير في ساين t باور 3 في ساين t باور 3. طب وبعدين بقى؟ طبعا انا ما عنديش وقت يا اولاد اضيعه في الطريقه دي. ليه يا دكتور؟ اللي فيكوا عايز يجربها يا اولاد ويطلع بيها نفس النتائج براحتك. هتعمل ايه بقى حضرتك زي الشاطر بعد ما جبت الاكس فانكشن في التايم والواي فانكشن في التايم زي الباشا كده تروح تعمل ديريفاتيف للاكس مرتين وللواي مرتين تطلع حاجه اسمها اكس دوت واكس دبل دوت وواي دوت واي دبل دوت اللي هما الفي اكس والفي واي والاي اكس والاي واي. طب هعوض عن التايم بكام؟ هتعوض عن التايم ب 1 اللي هي اللحظه اللي انا طالب ان انت تحسب عندها. بس بصراحه يا اولاد لا وجه للمقارنه بصراحه الطريقه الاولى بتاعت الكوزين والساين اسهل واحسن. طب خلصت يا دكتور المساله دي كده؟ لا يا دي النيله لسه في تاني. اهو find also a tangent a normal رو at the same time اللي هو t equals 1 second. يا نهار ابيض يا دكتور كمان يعني انت حضرتك في الاكزامبل ده عايز طالب مني انا كطالب غلبان على قد كده ده انت دخلت الثلاث طرق في نفس الاكزامبل او الثلاثه طبعا. طيب الاي تانجنت كنت قلتها لكم الاسبوع اللي فات يا اولاد. الاي تانجنت يا دكتور بطريقه المسقط او الكومبوننت او البروجيكشن هتساوي الاكسلريشن كفيكتور دوت اليونت فيكتور في اتجاه التانجنت اللي هو تي كاب يعني هتساوي الاي يا اولاد دوت الفيلوسيتي فيكتور على الفيلوسيتي كماجنتيود. طب انا معايا الارقام فاكرها يا اولاد اهي هيبقى نيجاتيف 700 و 1800 دي الاكسلريشن ايوه ما انت جايبها من الاول دوت الفيلوسيتي هيبقى 200 يا اولاد و 300. طب والماجنتيود كان طلع 361. اه والله يا دكتور صح الارقام دي. اعمل يا ابني الدوت برودكت اعمل الدوت برودكت وخلص هنا هتطلع الاي تانجنت بالظبط اهو اقول لكم يا اولاد الرقم بالظبط بعد ما تعمل الدوت برودكت هتطلع الاي تانجنت بالظبط اهي يا اولاد هتطلع الاي تانجنت 1108 اهي هتطلع الاي تانجنت 1108 متر بير سكند سكوير. عايز ايه كمان؟ عايز الاي نورمال. تمام الاي نورمال يا اولاد هتساوي روت التوتال اكسلريشن ماينس الاي تانجنت سكوير. ده ايه ده يا دكتور؟ ايه اصل القانون ده؟ ما انتوا كلكم عارفين ان التوتال اكسلريشن هي روت الاي تانجنت سكوير بلس الاي نورمال سكوير فمنها هتوصل لهنا. طب هتطلع كام يا اولاد؟ اهي دي انا فاكرها كانت 1930 هيبقى 1930 اللي هي التوتال اللي كنا جبناها من شويه ماينس الاي تانجنت اللي انت لسه جايبها 1108 سكوير خد احسب وطلع وخد الروت هتطلع الاي نورمال بكام؟ اقول لك الاي نورمال يا دكتور هتطلع ب 1580.3 هتطلع يا اولاد 1580.3 متر بير سكند سكوير. طب لو عايز الرو يا سلام يا دكتور تؤمر اقول له سينس الاي نورمال اصلا في سكويرد على رو يبقى اكيد يا دكتور الرو هي في سكويرد ديفايدد ان
الفي سكويرد انا كنت طلعت الفي اولاد ب 361 يبقى 361 سكوير على الاي ان اللي انت لسه جايبها 1580.3 هتقدر تطلع الرو بس كده هتطلع 82.5 82.5 يا نهار ابيض يا دكتور يعني مساله واحده يا دكتور مساله واحده تقدر فيها تعمل جوينت كاينماتكس تطلع يعني تربط الثلاث طرق بتوع وصف الحركه ببعض طب مين شاطر يقول لي يا اولاد هنا كملوا جميلكم انا عارف ان الموضوع طول بس يعني شغال مين يقول لي يا اولاد الابسايدوت بتاعه الاسبوع اللي فات هنا تساوي كام اللي فيكم فاكرها لو عايز احسب الابسايدوت بالمره اللي فيكم فاكرها والله يبقى برنس بجد في على الرو الله يفتح عليك يا حبيبي الابسايدوت في على رو جدع صح معاك الفي يا دكتور 361 طب معاك الرو ايوه اللي هي 82.5 كده انت بتطلع الريت اوف تشينج اوف ذا انجل ابساي الريت اوف تشينج اوف ذا انجل ابساي فكره يا اولاد الجوينت كاينماتكس والربط انا بقولها لكم صراحه مهمه جدا في الامتحانات وفي الاسئله ليه يا اولاد ما هي دي بقى اللي بتربط الطرق ببعض يعني مثلا من ضمن يا اولاد الحاجات الرائعه في الجوينت كاينماتكس البروجكتايلز يا دكتور ازاي الدكتور ممكن يعمل جوينت كاينماتكس في البروجكتايلز ازاي يا عم عادي هو مساله جسم بدا الحركه في نوت وبانجل سيت المهم ايه اللي حصل طار 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 وهوب وصل هنا على الارض عند نقطه اسمها بي طب السرعه بتاعته هنا في اتجاه التانجنت اسمها في بي والانجل مثلا هسميها فوي انا هفترض ان انت حليت المساله بالبروجكتايلز يا اولاد وبرافو عليك يا ابني نجم النجوم تمام وطلعت الفي بي حسبتها وطلعت كمان الفوي هفترض ان هم معاك طب البروجكتايلز يا اولاد كلكم تتفقوا معايا هي ايه ريكتانجولار كوردينتس يا دكتور كلها كنت بحلها بالاكس والواي طب حلو لو قلت لك فايند ات بي ذا ريت اوف تشينج اوف سبيد يعني عايز حاجه اسمها الفي دوت ات بي اند الراديوس اوف كيرفيتشر رو عند بي يا دكتور مش الفي دوت ديت والرو دي بتاعه التانجنت والنورمال ميثود الطريقه الثانيه طب ودي اجيبها ازاي اقول لك انا يا سيدي كنت انا قلت لك معلومه في البروجكتايلز مهمه جدا اللي هي ايه ان الجسم يا اولاد طول الوقت بيتحرك اندر ذا افكت اوف جرافيتي اونلي والله يا دكتور صح يعني معنى كده ان الاكسلريشن بجي طب لو قلنا ان ده اتجاه الاي تانجنت وعمودي عليه كده هيبقى ده اتجاه الاي نورمال انت قلت ان الانجل دي فاي يبقى اللي جوه دي يا اولاد 90 ناقص فاي وبالتالي دي هتبقى فاي هي كمان والله يا دكتور صح يعني معنى كده اقدر انا يا اولاد بالريزوليوشن اقول ان الاي تانجنت هتساوي جي مضروبه في ساين فاي طب والاي نورمال هتساوي برضو الجي يا اولاد اهي لكن في كوزاين فاي بقى جي في كوزاين فاي طب معاك الجي على حسب يا اولادي اليونتس اللي موجوده في المساله لو اليونتس بالمتر ردوا عليا حد يرد الجي بكام يا اولاد 9.81 طب لو اليونتس بالفيت 2.2 طيب المهم يعني انت معاك الجي يا دكتور ومعاك الفاي هتكون حسبتها بقى اللي هي يا اولاد تام ماينس 1 واي دوت على اكس دوت فاكرين انتوا الطريقه وحتى في طريقه ثانيه كمان كنت بجيب بيها السيتا دي المهم بعد ما جبت الاي تانجنت اهي والاي نورمال اقول ايه الدكتور عايز الفي دوت اهو خلاص يبقى ذن الفي دوت عند بي هي نفسها دكتور الاي تانجنت خلاص طب وبالنسبه للرو يا اولاد هتبقى الفيلوسيتي سكوير على الاي ان يعني حضرتك تقصد تقول ان في البروجكتايلز كمان ممكن تطلب مني اعمل جوينت بالظبط اهو طب مين فيكم شاطر يقول لي يا اولاد في نفس المساله اهي الستارت بوينت في نقطه البدايه اهو هنا عند ايه هسميها نقطه ايه فايند اولسو ات ايه يا اولاد برضو عايز الفي دوت ات ايه باشارتها
معرفش تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف انتوا اللي هتقولوا لي، وعايز كمان الراديوس اوف كيرفيتشر رو ات اي. يا دي النيله يا دكتور، ايه ده؟ دي برضو نفس المنطق والله، ولا هي عادي اهو، ادي الجرافيتي اكسلريشن اهي، بس المره دي الانجل دي هتبقى ثيتا، فلو قلنا دي الاي تانجنت هتبقى دي الاي نورمال اهي، صح كده؟ صح. طب لو دي ثيتا يا اولاد، اه هتبقى يا دكتور دي ثيتا، تبقى الزاويه دي اللي جوه دي 90 ناقص 6 تبقى دي ثيتا، هي دي صح. فبناء عليها يا اولاد، قول يا دكتور بناء عليها بقى ايه؟ هتبقى الاي تانجنت هنا، الاي تانجنت عند ايه؟ هتطلع النيجاتيف، وحطه تحت كلمه نيجاتيف دي مليون خط، جي في ساين سيت. عايز حد يشرح لي النيجاتيف دي جت منين يا اولاد؟ طب والايه نورمال؟ الايه نورمال يا دكتور عند نقطه البدايه ايه؟ هتطلع بوزيتيف جي في كوزاين سيت. حد عنده تفسير للنيجاتيف دي يا اولاد؟ عشان هي عكس اتجاه الحركه يا دكتور. الله يفتح عليك. وليها معنى تاني يا ابني اللي فاهم ميكانيكس او اللي فاهم داينامكس، ايه هو يا دكتور؟ لازم ديسيليريشن حبيبي يا ابني، ربنا يبارك لك، صح كده. في الاول يا اولاد البروجكتايل وهو طالع لفوق سرعته هتقل، سرعته هتقل هتقل، فبالتالي لازم الاي تانجنت تبقى نيجاتيف. طب المهم يا اولاد، بعد ما طلعت الاي تانجنت والاي نورمال، معلش كملوا جملكم، يبقى الفي دوت والرو اجيبهم ازاي؟ ها ال V سكوير على A نورمال، صح كده. الرو at A هتبقى الفيلوستي at A، لا الفي نوت يعني سكويرد على الA نورمال at A. طب والفي دوت at A هي نفسها الA تانجنت. الفي دوت at A يا دكتور هي نفسها الA تانجنت at A، يعني نيجاتيف جي ساين الانجل فيت. خلاص يا ولاد، يبقى فكرة الجوينت كيناماتكس واضح ان الدكتور فعلا مهتم بالفكره دي جدا، لانها مهمه والله يا اولاد فعلا، يعني هي مهمه جدا جدا جدا، ازاي تربط ما بين الطرق المختلفه بتاعت وصف الايه الحركه. طب اربط ازاي بقى؟ بزاويه كوزاين ساين، بقانون واتيفر. طب يلا اولاد ناخد اكزامبل تاني، هو اكزامبل تاني برضو. ايه ده يا دكتور الاكزامبل ده؟ مديني بارتكل يا اولاد برضو بيتحرك في اكس واي بلين اهو، لو بصيتوا هنا يا اولاد اهي في الرسمه دي اهي، اهو بارتكل يا اولاد او مسمار، مسمار بيتحرك جوه كيرف، معادلته ار بتساوي 0.5 افتح قوس 1 ماينس كوزاين سيت، 1 ماينس كوزين سيتا، صح كده؟ اه. وات ثيتا ايكوالز 180، لما سيتا يا اولاد كان ب 180، يعني ايه؟ يعني المسمار كان في نفس المكان اللي في الرسمه، حسب الماجنتيود اوف ذا فيلوستي في يا اولاد طلعت 4 فيت بير سكند، والماجنتيود اوف ذا اكسلريشن طلعت 30 فيت بير سكند سكويرد. فايند ذا انجولار فيلوستي سيتا دوت and the angular acceleration theta double dot. ده امتى يا دكتور؟ في نفس اللحظه يا اولاد اللي فيها الثيتا ب 180. طيب خلاص يا دكتور تمام، هو هنا مساله عكسيه. يعني ايه يا دكتور؟ ما ايه كلمه مساله عكسيه دي؟ يعني هو المره دي يا اولاد مديك الفيلوسيتي والاكسلريشن جيفن، وطالب منك ثيتا دوت وثيتا دبل دوت،
الطبيعي ان هو كان ممكن يديك سيتا دوت وسيتا دبل دوت جيفن ويطلب منك تحسب الفيلوسيتي والاكسلريشن. هو المره دي عامل العكس. طيب خلاص عامل العكس كتر خير. فانا هقول ايه؟ انت مش مديني يا دكتور الاركا فانكشن في سيتا فعلا، تعال نعمل لها ديريفاتيف مرتين. ازاي يعني؟ يعني الار دوت هتساوي ايه؟ المعادله دي يا اولادي اللي فوق دي هعمل لها ديريفاتيف لكن بالنسبه للتايم. خلاص هيبقى ال 0.5 افتح قوس الديريفاتيف بتاع ال 1 0 والديريفاتيف بتاع الكوزين نيجاتيف ساين مش كده؟ فالنيجاتيف هتروح مع النيجاتيف يبقى بوزيتيف، فتبقى ساين سيتا في سيتا دوت، لان انت بتعمل ديريفاتيف بالنسبه للاي للتايم. طيب صح كده دوت. طب ويبقى الار دبل دوت هتساوي 0.5 كومن فاكتور، وبعدين الديريفاتيف بتاع الساين كوزاين يا اولاد صح، يبقى كوزاين سيتا بس في سيتا دوت، في سيتا دوت تاني يبقى سيتا دوت سكوير بلس الديريفاتيف بتاع التاني اللي هو سيتا دوت يا اولاد الديريفاتيف بتاعها دكتور سيتا دبل دوت في الاول اللي هي ساين سيتا. طيب يلا لما سيتا ب 180 اللي هو بيقول لك احسب عندها الار هتبقى كام؟ قول يا دكتور. الار هتبقى 0.5 في 1 ماينس كوزاين 180. ما هي كوزاين 180 بناقص 1 يا اولاد بماينس 1، الماينس مع الماينس هتبقى بوزيتيف، يبقى هتطلع 2 مضروبه في نص بره يعني هتطلع ب 1 متر او 1 فيت بقى 1 فيت ماشي. طب والار دوت مين يحسبها لنا؟ هتبقى بزيرو. الله يفتح عليك يا حبيبي صح، لان الساين 180 بزيرو يا اولاد. طب ما تكمل جميلك يا ابني وتقول لنا الار دبل دوت برضو عند سيتا ب 180 بكام؟ ما حد يا اولاد يقولها لنا الله يبارك لكم. هتطلع بكام دي؟ هتطلع بنيجاتيف 1 مش كده؟ الار دبل دوت ودي بزيرو، الترم ده هيطلع بزيرو لان الساين 180 بزيرو، فهتطلع يا اولاد نيجاتيف 0.5 في سيتا دوت سكويرد. يبقى حضرتك طلعت ايه دلوقتي؟ طلعت الار بواحد والار دوت بزيرو والار دبل دوت بنيجاتيف نص في سيتا دوت سكويرد مش كده؟ اه. طيب هو الفيلوستي كومبوننتس في طريقه النهارده اتنين، الفي يا دكتور عباره عن في ار بار دوت هتبقى بصفر. طب والفي سيتا عباره عن ار في سيتا دوت، الار بواحد في سيتا دوت اللي انا مش عارفها يبقى هتطلع سيتا دوت. طيب دكتور لما يبقى عندي مركبتين واحده فيهم بصفر يبقى اكيد الماجنيتيود اللي هو مديهولك بفور فوق يساوي الثانيه لان خلاص الاولانيه بصفر اهو. هتقول بما ان الفي هي سكوير روت لي الفي ار سكوير بلس الفي سيتا سكوير دي بصفر، يعني في الاخر هتساوي الفي سيتا، يبقى الفي هتساوي نفسها الفي سيتا، فبيبقى 4 ايكوالز سيتا دوت. يبقى السيتا دوت اهي الحمد لله طلعت، هتطلع 4 راد بير سكند. طب بنفس المنطق يا اولاد في طريقه النهارده انت ليك عندك كام مركبه للاكسلريشن؟ والله يا دكتور عندي 2، الاي ار اللي هي ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير. طب الار دبل دوت ماينس نص في سيتا دوت سكوير ماينس الار بواحد يا اولاد برضه في سيتا دوت سكوير. اه والله يا دكتور صح. طب ما تيجي نحسبها، انا خلاص ما انا حسبت سيتا دوت باربعه، يبقى ماينس 0.5 في 4 سكوير وماينس 1 في 4 سكوير يعني تطلع كام دي يا اولاد؟ تطلع نيجاتيف 24 تقريبا، تطلع نيجاتيف 24 فيت بير سكند سكوير. لو في غلط قولوا لي. ها الاي ار طلعت معايا بنيجاتيف 24. طب والفي سيتا او الاي سيتا اسف، تعال نشوف كده نعوض. والله يا دكتور احنا لسه ما حفظناهاش. الاي ثيتا كانت بتبقى ار سيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت سيتا دوت. طيب الحمد لله انا مطلع كده كده يا اولاد الار دوت بزيرو، هتطلع ار اللي هي بواحد في سيتا دبل دوت.
يعني هتطلع في الاخر سيتا دبل دوت اللي انت عايز تحسبها. هتقول ايه بقى؟ هقول ان 24 سكوير بلس ثيتا دوت سكوير. انا عارف ان الاي عباره عن اي ار سكوير بلس الاي ثيتا سكوير. طب ربع الطرفين يبقى الاي سكوير ايكوالز الاي ار سكوير بلس الاي ثيتا سكوير. طب التوتال اكسلريشن حضرتك يا دكتور مديهاني جيفن بي 30. طب الاي ار بنيجاتيف 24 سكوير. الاي ثيتا يا اولاد هي الثيتا دبل دوت يا دكتور سكوير. بس ده معناه ايه بقى؟ ودي دوت الناحيه الثانيه بالنيجاتيف وخد الجذر، يعني في الاخر 18 راد بير سكند سكوير. طب ايه رايكم يا اولاد، ايه رايكم في الامتحان لو انا جبت لكم نفس المساله دي مثلا، هي هي نفس المساله بس غيرت؟ يعني ايه؟ انا هديك نفس المساله هي هي اهي، هديك الار برضو الار الار هتبقى 0.5 في 1 ماينس كوزين ثيتا، بس هغير بقى ازاي. هقول لك اند ثيتا دوت، ثيتا دوت مثلا ايكوالز كونستانت، كونستانت وتساوي مثلا 3 راد بير سكند ان دايركشن، ان دايركشن اوف decreasing decreasing theta. اللي بقى negative. اصبر يا حبيبي اكمل اقول لك ساعتها بقى find find the velocity and the acceleration. يعني حضرتك هتبدل يا دكتور حسين، بدل ما هتطلب الثيتا دوت انت دلوقتي مديهمني جيفن. طبعا انا سامع واحد بعيد بيقول لي لا يا دكتور انت مديني واحده فيهم. لا يا حبيبي انا مدي لك الاثنين. ازاي؟ ما هو انا لما اقول لك ان الثيتا دوت الثيتا دوت كونستانت ده معناه على طول ان الثيتا دبل دوت بزيرو. طب ايه موضوع بقى يا دكتور ان هي ان دايركشن اوف ديكريزنج ثيتا؟ ان هنا الثيتا دوت يا اولاد الثيتا دوت هتبقى بنيجاتيف 3، اللي هياخدها بوزيتيف 3 هيطلع نتائج غلط. الثيتا دوت يا اولاد لو ان دايركشن اوف انكريزنج ثيتا يبقى بوزيتيف على دماغي من فوق، لو in direction of decreasing theta لا يبقى لازم تاخدها بالنيجاتيف. طب معلش يا دكتور حسين افرض غلط وخدتها بال هي in direction of decreasing، افرض خدتها بالبوزيتيف، ما انا هطلع يا دكتور نفس الرقم لكن بالنيجاتيف. اقول لك لا يا حبيبي لا يبقى غلط، يعني حضرتك تحسبها لي غلط. احسبها لك غلط. ركز ركز، الثيتا دوت لو in direction of increasing theta يبقى بوزيتيف، لو in direction of decreasing theta يبقى نيجاتيف، ما فيهاش كلام. خلاص يا اولاد. طب والثيتا دبل دوت، الثيتا دبل دوت لو انا اديت لك، لو انا اديت لك قيمتها يعني جاهزه كتر خيرك يا دكتور، لكن لو قلت لك ان الثيتا دوت او الانجولار فيلوستي كونستانت خلاص يبقى وانت سايب ايديك على طول ببساطه شديده الثيتا دبل دوت تبقى بزيرو، اللي هي الانجولار اكسلريشن. يلا اولاد يلا يا مساله دي حلوه برضه اولاد، على نفس فكره الجوينت كاينماتكس. ازاي يا دكتور او ما اعرفش انتم ممكن تحلوها ازاي؟ مساله حلوه قوي قوي يا اولاد، حلوه قوي المساله دي، لان ممكن تحلها بسكه توديك في داهيه وسكه تحلها لك في سطر. يلا انا عايز اسمع منكم بجد والله يا اولاد في المساله دي. ايه يا دكتور المساله دي؟ راجل عداء يا اولاد، عارفين انتوا سباقات العاب القوى؟ ما اعرفش بتشوفوها في التلفزيون ولا لا. تمام، سباق واحد بيلعب سباق بيجري في التراك اللي هو اللي شكله براون ده كده ولا شكله جراي. فالراجل العداء ده بيجري يا اولاد في ستريت لاين افقي زي ما انتوا شايفين، وفي كاميرامان، كاميرامان واقف بيرصد حركته بيصوره وهو بيتحرك.
فالمسافة يا أولاد ما بين الخط بتاع الكاميرا مان والراجل 30 متر. طب لو سمينا بقى المسافة المباشرة اللي ما بين الكاميرا مان هنا عند إيه والراجل العداء ده R، والأنجل اللي بيعملها الخط R مع الإكس أكسد فيتا، وبيقول لك إن الراجل العداء بيتحرك بسرعة 2 متر per second، يعني هو بيتحرك بسرعة 2 متر في الثانية. بيقول لي find at the instant theta equals 45 the values of angular velocity theta dot and the rate of the change of the angle of the line r، يعني عايز ال r dot. find at theta equals 45 the theta dot وال r dot. ايه رايك يا اولاد احل المساله دي ازاي؟ مساله حلوه قوي قوي. الطريقة الأولى يا أولادي التقليدية صراحة هروح أبص على المسألة دي، هو حتى الراجل مديها لك، مدي لك المعادلة في المسألة، هبص على الشكل ده يا دكتور، هحاول أجيب علاقة ما بين الـ R والثيتا. إزاي يا ابني؟ لو بصيت هنا على الـ Right Angle Triangle، أنا عندي يا دكتور الهايبوتنس أو الوتر بـ R والأوبوزيت بـ 30، يعني عندك معادلة بتقول إن R في ساين ثيتا equals 30، يعني الار يا اولاد هتطلع 30 على ساين ثيتا، يبقى الار هتطلع 30 كوسيك ثيتا. يا دكتور ده ايه ده، ايه القانون؟ ماشي. وبعدين حضرتك زي الشاطر هتعمل ديريفاتيف للار، وبعدين اجيب علاقه ما بين الار دوت والثيتا دوت. صح يا دكتور، ماشي هعمل ديريفاتيف، هطلع ايه؟ هطلع الار دوت function في سيتا دوت، وبعدين هتقول الـ VR بـ R دوت والـ V سيتا بـ R سيتا دوت. عندي سيتا بـ 45 يا أولاد تعرف تطلع الـ R عادي، الـ R هتطلعها كرقم. يا دكتور صح، الـ R هتطلع 30 على ساين 45، مظبوط، ده كلام محترم. خلاص، فهتطلع الـ R دوت انت مش عارفها، وهتطلع رقم في سيتا دوت، وبعدين قايل ان الفيلوسيتي بتاعت الراجل اللي هي باتنين هتبقى روت الفي ار سكوير بلس الفي سيتا سكوير. والله يا دكتور صح، وبعدين ربع الطرفين يبقى 2 سكوير هتساوي الار دوت سكوير بلس الار اللي انا عارفها في سيتا دوت الكل سكوير. طب ما انت اوريدي جاب علاقه، هي علاقه ما بين الار دوت والثيتا دوت، عوض هنا عن واحد فيهم بدلاله الثاني، هتحول المعادله لايه؟ النون واحد، تقدر تحسبه وترجع تعوض تحسب الثاني. طب يا دكتور الطريقه دي يعني طريقه حلوه؟ لا مش حلوه بس صح. امال ايه الطريقه الثانيه بقى الحلوه اللي حضرتك بتقول عليها؟ الجوينت كايناماتكس. نعم الجوينت كايناماتكس العبقريه. المسألة دي يا أولاد أحلها لك في سطر، أو عشان ما بالغش يا أولاد في سطرين. إزاي يا دكتور؟ أهو تعال، أهو حل آخر يا أولاد أطلع لك بيه الأر دوت والثيتا دوت في 3 ثواني. أهو اهو يا ولادي الحل التاني. اعمل ايه بقى؟ انت يا ابني مش انت بتقول ان انت عايز تحل عند انجل 45؟ طيب مش دي الفيلوستي؟ والله يا دكتور حصل اهي. طيب لو فرضنا ان ده يا ولادي الار كاب، وعمودي عليه كده في اتجاه تزايد سيتا، هي دي سيتا كاب، والانجل دي 45، يبقى يا ولاد هي دي كمان برضو 45، وتبقى الانجل دي كده برضو 45. يا دكتور عايز توصل ليه؟ ان انا اقدر يا اولاد احلل الفيلوسيتي دي اللي هي 2 اهي، مره في اتجاه السيتا كاب ومره في اتجاه الار كاب اهي. يبقى الفي ار من على الرسم يا اولاد هتبقى عباره عن الفيلوسيتي في كوزاين 45، لكن بعد اذن حضرتك حط لها اشاره نيجاتيف. ليه يا دكتور احط لها اشاره نيجاتيف؟ ليه؟ لان للاسف المركبه بتاعتها هتبقى عكس الار كاب. طب خلاص، طب ما الفي ار هنحافظها انها ار دوت، يبقى ار دوت هتساوي نيجاتيف ال في اللي هي ب 2 في كوزاين 45، يبقى الار دوت طلعت حسبت.
طب يا دكتور ايه معنى يعني انا كطالب عايز افهم ايه الفيزيكال مينينج بتاع ان الارض تطلع نيجاتيف؟ اقول لك يا سيدي، لان الراجل وهو بيجري يا اولاد، الراجل كان بيجري ناحيه الشمال، فده معناه ان اثناء حركته الطول ار بيقل مش بيزيد، فمنطقي فعلا ان انت تطلع الارض تطلع نيجاتيف، مظبوط. طب بنفس المنطق بنقول ايه برضو الفي سيتا، الفي سيتا هتساوي الفي، الفي في ساين 45 اهي يا اولاد، والله ادي الفيلوستي اهي، حللتها بس في اتجاه سيتا كام. طب حلو قوي، الفي سيتا انا حافظها يا دكتور انها ار سيتا دوت، ده هتساوي الفي اللي هي ب2 في ساين 45. طب انت متارجت مين يا ابني؟ انت عايز مين؟ والله يا دكتور انا عايز السيتا دوت. خلاص احسب الار اهي. يا سلام يا دكتور تؤمر. المسافه دي 30 وده الار ودي 45، يبقى الار يا اولاد اهي، الار في ساين 45 هتساوي 30 متر، يبقى الار هتساوي 30 ديفايدد باي ساين 45، يعني تطلع تقريبا 30 روت 2. خد عوض بيها هنا، يبقى 30 روت 2 في سيتا دوت هتساوي 2 في ساين 45 اللي هي برضو 1 على روت 2. خلاص هتطلع سيتا دوت. طب اشمعنى بقى يا دكتور اشمعنى السيتا دوت طلع بوزيتيف؟ حد عنده راي يا اولاد او عنده تفسير؟ يعني الار دوت طلعت نيجاتيف، حد عنده راي او تفسير ليه السيتا دوت هنا طلع بوزيتيف؟ ما في الدايركشن بتاع السيتا كاب بتزيد. لا لا، لان الراجل وهو بيتحرك الزاويه سيتا بتزيد دايركشن. بص بص اهو، بص يا اولاد اهو، والله لو انت خدت بالك اهو، الراجل وهو بيتحرك طول مع الوقت هو بيتحرك ناحيه الشمال، فالخط ار بيلف كده اهو، بيلف كده، فالزاويه سيتا عماله تزيد، فطالما السيتا بتزيد يبقى السيتا دوت بوزيتيف، طالما السيتا بتزيد يبقى السيتا دوت تطلع بوزيتيف، وده منطقي. شوف يا اولاد مساله زي دي، فكره الجوينت كاينماتكس ان انا احلل في ار وفي سيتا، بصراحه دكتور احسن بكتير بصراحه. لا الطريقه الاولانيه بتاعت انا اصلا شخصيا اول وانا بكتب يا اولاد اول ما اشوف كوسيك هتخض، يعني لما تيجي تقول لي كوسيك سيتا وابتدي اعمل ديريفاتيف هتخض، لدرجه ان في بعض الناس يا اولاد في الحل الاولاني، في الحل الاولاني ممكن يشتغلها كده احسن، يقول لك خلاص يا عم خليها كده ار في ساين سيتا ايكوالز 30، مش هيروح للكوسيك اصلا. طب لما يجي يعمل ديريفاتيف هيبقى ار دوت في ساين سيتا بلس ار في الديريفاتيف بتاع الساين يا اولاد هيبقى كوزاين بس في سيتا دوت. طب والديريفاتيف بتاع ال 30 هيبقى صفر. طب عند سيتا 45 يبقى ار دوت في 1 على جذر 2 اللي هي ساين 45 بلس ار كده، ار اللي هي الار بكام؟ الار اللي هي هتبقى 30 على ساين سيتا في السيتا دوت اللي انا مش عارفها في كوزاين طب انا معوض صحيح، عوض بال 45 الكوزاين برضو 1 على 1 على جذر 2 ودي برضو 1 على جذر 2، يعني دي هتروح مع دي تساوي صفر. ما فعلا الساين والكوزين 45 زي بعض يا ولاد، عشان كده هيكنسلوا بعض، يعني معنى كده هيبقى 30 في سيتا دوت هيساوي ماينس ار دوت في 1 على جذر 2. هو حركه يا دكتور انت دلوقتي انت يعني توهتنا. لا والله انا بس براجع معاك الطريقه الاولى اللي انت كنت هتشتغل فيها بالديريفاتيف كانت هتمشي كده بس، لكن بصراحه رايي انا يا اولاد، رايي انا من غير ما لخبطكم، لا طبعا الطريقه الثانيه بتاعه الجوينت والكوزين والساين لا طبعا اسهل بكتير. انا يا عم ايه اللي يخليني اعمل ديريفاتيف وانا عندي الحل الاسهل؟ ماشي يا دكتور، الحل الثاني ده بسرعه كده اللي هو بتاع الريزوليوشن اهو. بص يا حبيبي، هو كان بيقول لك ايه، الراجل العداء ماشي بسرعه اهي، بي بتساوي 2 متر على الثانيه، وادي الخط ار يا عم وادي الزاويه سيتا، فانا هقول ان ده ايه، ده اتجاه الار كاب وعمودي عليه كده ايه ثيتا كاب. طب ما هو قال لك اشتغل عند زاويه 45 45، يبقى لو دي 45 ودي 45 خلاص، شايف الفي دي يا ابني اعمل لها ريزوليوشن في اتجاه ثيتا كاب
وسويها بفي سيت واعمل لها ريزولوشن في اتجاه الار كاب وسويها بالفي ار، يبقى من على الرسم كده الفي ار هتساوي ماينس 2 ماينس 2 في كوزاين 45. معلش يا دكتور تاني، معلش اخر مره، ليه نيجاتيف؟ لانها هتبقى في الاتجاه النيجاتيف للار كاب اهي. طب الفي ار بار دوت، يبقى ار دوت نيجاتيف 2 في كوزاين 45. خلاص جبت الار دوت. طب حلل نفس الفي اهي، نفس الفي بس حللها في اتجاه سيتا كاب، يبقى الفي سيتا تساوي 2 في ساين 45. طب وسويها بايه دي يا دكتور؟ هتسويها بالار سيتا دوت، هتساوي 2 في ساين 45. يلا ولاد اخر اكزامبل بقى، اخر اكزامبل اهو معانا، سهل اخر اكزامبل على السيركولار موشن يا ولاد. معلش يا دكتور، بس هو حضرتك قصدك في القانون اللي فوق ده ان احنا نعوض في قانون الفيلوستي فيكتور على طول؟ اللي هو ايه قانون الفيلوستي فيكتور اللي هو ايه؟ اللي هو r دوت r كاب زائد r r ثيتا دوت ثيتا كاب. انا قصدي ان احنا عندنا r كاب اصلا، مش كده؟ لا انا ما دخلتش r كاب في الموضوع خالص. لا ما 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 انا قصدي حضرتك ما مش ما الـ ما الـ v فيكتور ده هو عندنا بنيجاتيف 2 و 0، مش المفروض كده صح؟ جدع. اه والار كاب هنعرف نجيبه من ثيتا، من 45 ولا مش عارف كام. اه يعني انت عايز تقول لي ده هتقول الار كاب هتبقى كوزين ثيتا اي بلس ساين ثيتا جي. والثيتا كاب ان نجيبها برضو بنفس الفكره. طب ما حبيب قلبي يا حبيب قلبي كلامك صح. طب بس اللي انا بقوله يعني انا بقول اللي انت بتقوله بس بشكل ابسط. انا بس كنت عايز اتاكد منها يعني. لا يا حبيبي عداك العيب. صح صح تمام. شكرا دكتور. عفوا حبيبي. يلا ولاد ده اكزامبل سهل جدا على فكره. ايه الاكزامبل ده؟ بيقول لك يا عم في رادار بيرصد حركه العربيات اللي بتتحرك في سيركولار باث او سيركولار موشن. طيب طب اذا كانت حركه الرادار ده يا ولاد بيلف ب انجولار فيلوستي، انجولار فيلوستي سيتا دوت هي يا ولاد ب 0.1، وانجولار اكسلريشن سيتا دبل دوت يا ولاد مدهاني ب 0.025. طيب خلاص يعني المره دي يا دكتور السيتا دوت مش كونستانت، لا السيتا دبل دوت موجوده ليها قيمه. بيقول لك يا ريت بقى في اللحظه اللي فيها الانجل سيتا 45 ات سيتا 45 فايند the magnitudes of velocity and the acceleration of the car، اوجد لي سرعه وعجله العربيه دي يا اولاد، مع العلم ان الراديوس بتاع السيركولار كيرف اللي بتتحرك عليه العربيه 200 متر. مساله في منتهى الجمال والبساطه يا دكتور. الحركه هنا على سيركولار كيرف فلو الار ب 200 يا دكتور، الار ب 200 على راسي من فوق طبعا بس كونستانت، الار دوت هتبقى بزيرو والار دبل دوت هي كمان بزيرو. طيب هو عايزك تحل امتى يا ابني؟ والله يا دكتور عايزنا نحل عند سيتا 45، والسيتا دوت الراجل مشكورا مدهاني ب 0.1 راد بير سكند، والسيتا دبل دوت برضو ب 0.025 راد بير سكند سكوير. طيب هو عايز الفيلوستي والاكسلريشن يا باشا، تؤمر اهو. يبقى الفيلوستي ليها مركبتين يا اولاد، الفي ار بار دوت بزيرو في المساله دي. طب الفي سيتا ار سيتا دوت يبقى 200 في السيتا دوت اللي هي اولاد 0.1، يعني تطلع بكام؟ يعني تطلع ب 20 20 متر بير سكند. يبقى لو انت عايز الفي يبقى الفي هنا هتساوي الفي سيتا، بس للاسف لان الفي ار بزيرو يعني هتطلع ب 20 متر بير سكند. ادي الماجنتيود اوف ذا فيلوستي. طب والاكسلريشن يا اولاد برضو ليها مركبتين يا دكتور، الاي ار ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير، الار دبل دوت بزيرو ماينس الار ب 200، السيتا دوت يا اولاد ب 0.1
squared يعني هتطلع بنيجاتيف 2. الـ AR هتطلع بنيجاتيف 2. طب والـ A ثيتا هتبقى R ثيتا دبل دوت بلس 2 R دوت ثيتا دوت. طب الترم ده بزيرو لأن دي حركة على دايرة يا ولاد، فالـ R دوت بزيرو. طب والـ R بـ 200 الثيتا دبل دوت اللي هي 0.025 هتطلع في الآخر بخمسة. خلاص كده بعد ما جبت الاكسلريشن كتو كومبوننتس يا دكتور يبقى اكيد الماجنيتيود اوف ذا توتال اكسلريشن هتبقى روت دي سكويرد بلس دي سكويرد، يبقى نيجاتيف 2 سكويرد بلس 5 سكويرد. بس هتقدر تحسب الماجنيتيود. طب امال يعني حركه الاكزامبل ده جابه لنا ليه؟ بس والله يا اولاد باكد بس على فكره ان لو عندك حركه على سيركولار كيرف فببساطه شديده بتعتبر الار كونستانت وبالتالي يبقى ار دوت بزيرو ار دبل دوت هي كمان برضو بزيرو. خلاص يا اولاد بس هو كده خلاص الكايناماتكس خلصت. الكايناماتكس كده خلصت. كان بيبقى في جزء اسمه ريلاتيف موشن لكن اعتقد لا مش ان السنه دي احنا لاغيينه لان انتوا عارفين خلاص هو الميد تيرم يا اولاد معلش انا ناسي بس الميد ترم تحديدا بالظبط امتى يبدا امتى؟ يوم 5 الاربع 5 يعني الاربع اللي هو اللي بعد اللي جاي كمان 10 ايام. طيب الله. طب خلاص كده يا اولاد ممكن بنسبه كبيره بنسبه كبيره الاسبوع الجاي مش هيبقى فيه محاضره ممكن كده خلاص يعني وارد دي تبقى اخر محاضره. اقول لكم السبب اقول لكم ليه. طبعا هتقول لي يا دكتور حسين طب ما احنا كده كده في وقت يعني ممكن اطلع معاكم بس كده اعمل في وقت الميتنج او نحدد ميعاد مع بعض اعمل لكم ميتنج ان انا اجاوب لكم لو حد عنده اي سؤال بس لكن مش هشتغل خلاص كده حاجه جديده. طب ايه وجهه النظر يا اولاد ان في محاضرات اربع وخميس دي خلاص اتلغت يعني في ناس عندها محاضرات اربع وخميس فما ينفعش اشتغل بيني وبينكم انفير يعني انفير يعني لو في جروبات عندها محاضره اربع وخميس فهتكون دخلت في الامتحان فعشان نساوي بين الناس وبعضها خلاص طالما في ناس مش هتاخد محاضرات الاسبوع الجاي بقى عالكل. لكن لو احتاجنا ان انا اعمل لكم محاضره او ميتنج اجاوب بس على الاسئله لو في حد عنده اي سؤال اي استفسار او اي شيء هكتب لكم على التيم. خلاص يا اولاد بالنسبه للميد تيرم هيبقى داخل لغايه المحاضره دي يا اولاد. طب شكله ايه اللي هو الشكل المعتاد اللي انتوا عارفينه؟ هيبقى امتحان ام سي كيو 25 سؤال مدة الامتحان ساعة وربع ساعة وربع. خلاص يا أولاد 25 سؤال MCQ ومدته ساعة وربع. أقول لكم على الأسئلة يا أولاد بالمرة؟ يا ريت والله. يلا أولاد ربنا معاكم وركزوا بس على التريكات اللي أنا قلتها في وسط الكلام طبعا مش هفسر يعني وخدوا بالكم إن شاء الله وذاكروا كويس إن شاء الله. يلا أولاد بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق ربنا معاكم.